هذا لقاء كان مقرر باش ينعقد مباشرة بعد المؤتمر الأخير لحزب الأصالة والمعاصرة، تأجل ما أننا اتفقنا أنا والأستاذ عبد اللطيف وهبي الأمين العام باش يكون في مرحلة سابقة، تأجل بالجائحة التي عرفتها البلاد. اليوم أولا نلتقي بالقيادة الجديدة لهذا الحزب اللي حرصات باش تبلغنا الخلاصات المنبثقة على المؤتمر ولا على العمل المستمر بعد المؤتمر حول تصورها لتطوير العملية الانتخابية وتطوير العملية الديمقراطية. كانت بيناتنا مناقشات حول هذا الموضوع وحول الوضعية السياسية العامة بالبلاد، وجهات نظرنا وجهات متقاربة جدا، يمكن ما باقي ما دققناهاش في واحد المجموعة ديال القضايا، ولكن احنا حريصين في الرجوع لمؤسساتنا الحزبية لتدقيق بعض المواضيع، خاصة وأنه ونتيجة للجائحة ديال كورونا والآثار ديالها على المؤسسات ككل، مطلوب منا أن نعمل جميعا اللي عندهم الكبدة على المشهد الحزبي في البلاد من أجل تطوير العملية السياسية وتحريك العملية الانتخابية بما يضمن أولا التعددية والحفاظ عليها، ثانيا المشاركة وتقويتها، ثالثا النزاهة والبحث في الإجراءات التي تساعد على تطوير هذه العملية، ورابعا يمكن نقول التجديد والتشبيب ومقاربة النوع، يعني يكون برلمان ديال الأطر وديال الكفاءات، وهو اللي تيجعلنا في قطائع مع التجارب السابقة. احنا حريصين باش يوقع تحول جديد، خاصة وأن الجائحة لا بد من تحول فيما يتعلق بمؤسساتنا التمثيلية. اللقاء كان جيد، وحنا السي عبد اللطيف وهبي الأمين العام نشعر أنه منا وإلينا، ولذلك كان حرصنا كبيرا أن نرحب به وأن نشعره بأنه في بيته الثاني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.